بسم الله الرحمن الرحيم، حنستكمل في محاضرة اليوم إن شاء الله التشابتر الخاص بالجيمز. بدأنا في المحاضرة السابقة في أول ألجوريثم يختص بالجيمز اللي هي كانت الميني ماكس، وشرحناها على شكل تري، وشفنا كيف إحنا ممكن يعني نوجد اللي هو أفضل سوليوشن، أفضل مسار. طبعا بالنسبة لمين؟ للبلاير لو سميناه ماكس بلاير. اللاعب التالي اللي هو الميني بلاير حيكون طبعا برضو في كل نود او في كل ليفل، برضو حيطبق نفس الخوارزمية بحيث انه برضو يبحث عن المسار الافضل بالنسبة له. وزي ما حكينا بالنسبة للماكس هو بيحاول يجيب اكبر سوليوشن او اكبر يوتيليتي فانكشن ممكنة، بينما المينيمم طبعا حيكون العكس تماما. هذا الكلام شرحناه المحاضرة الماضية، حنبدأ هيك على طول محاضرة اليوم إن شاء الله في الخصائص تاعت الميني ماكس اللي هي هل هي كومبليت أو لا. يس طبعا إذا كانت التري فاينايت، إذا كانت التري منتهية. أوبتيمال برضو نعم، هي بتعطيني نوعا ما أوبتيمال أو حل مثالي، لأنه زي ما شفته في أدوار خلينا نقول متبادلة بين الماكس وبين المن، بالتالي كل واحد فيهم بيحاول يلاقي أفضل سوليوشن بالنسبة إله. وبالنسبة للجيمز بشكل عام يعني ما فيش طريقة واحدة للعب زي ما أنتوا عارفين، أو طريقة واحدة مثلى عشان أنا أوصل لأعلى سكور ممكن، ولكن بشكل عام يعني تطبيق خوارزمية زي هذه زي الميني ماكس أكيد هي بتعطيني في النهاية حل مثالي حتى لو كانت الحلول كثيرة. التايم كومبلكسيتي اللي هو قديش بياخد تايم، طبعا بياخد هيوج تايم لانه الداله تبعته اكسبوننشال، داله اسيه، بمعنى انه زي ما شفتوا يعني هو بيتعامل تري كامله وبيحاول يعمل فيزيتنج لكل تشيلدرن على اساس يشوف مين مثلا اذا كان ماكس مين اكبر تشيلدرن ممكن اروح ازوره، اذا كان من العكس وبالتالي بياخد بي اس ام. بالنسبه للسبيس بياخد بي ضرب الام اللي هو السبيس كومبلكسيتي، لانه في النهايه هو ما بيزورش فعليا كل النودز، لا هو بيزور فقط مثلا اكبر نود زي ما قلنا او اقل نود حسب البلاير اذا كان ماكس او من. فبالتالي هذه الخصائص الخاصه بمين؟ بالميني ماكس الجوريثم. لكن زي ما حكينا في بدايه اللي هي التشابتر هذا، حكينا في بعض الجيمز حالتها خاصة شوية يعني زي التشيس اللي هو الشطرنج، بنفعش أبدا نطبق له واحدة من هذه الخوارزميات لأنه حيفوت في يعني تايم وسبيس عالي جدا 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 مش حيخلص أصلا، بالتالي يعني غير منطقي أصلا تطبيق هيك خوارزمية عليه. طبعا له طرق أخرى ل يعني تحويله إلى AI algorithm أو AI application، يعني مثلا التشيس زي ما قلنا لو بدنا نطبق عليه أو نحوله للتري بيبدأ معانا هذا بالبداية بس 35 موز، يعني اللاعب أي لاعب ممكن يبدأ عنده 35 احتمال ممكن يبدأ فيهم بتحركات أحجار الشطرنج، فتخيلوا حجم التري تحت اللي هي الاحتمالات هذه إيش ممكن، كيف ممكن يكون شكلها وكيف ممكن يكون التايم والسبيس المستهلك في تطبيق واحدة من هالخوارزميات. تمام هيك خلصنا الميني ماكس الجوريثم اللي هي الالجوريثم الاسهل نوعا ما في كتطبيق يعني على الجيمز. الخوارزميه الثانيه يعني اجت الفكره تاعتها بمنطق انه ليش انا اروح ازور كل النودز، احنا دائما بنحاول نقلل الزيارات بنحاول نقلل اللي هي النودز اللي انا ممكن اروح اعملها اكسباندنج. الالفا بيتا الجوريثم سماها الفا بيتا برونينج، طبعا كلمة برونينج معناها في قص او قطع، يعني هو بده يتعامل مع التري مش بشكل كامل 100%، لا في بعض الافرع حيعملها قطع، هاي الافرع حنشوف الان بناء على ايش بيقتطعها. تمام هنا شوية تعريف، طبعا هو بيحكي لنا هي نفس الميني ماكس بالضبط، نفس الميني ماكس تري وبنفس الطريقة، في عندي ماكس ومن، ولكن في عندي بعض الـ unnecessary يعني بعض الـ computations أو الحسابات الغير ضرورية، فكر فيها إنه هذه غير ضرورية فأنا ليش أعملها، فبروح بعملها عملية pruning اللي هي بشكل عام تعريفها هي طرق لتحديد إنه هذه الـ branches بعض الـ branches
will not be useful، يعني أنا إذا هذه البرانشز سواء زرتها أو ما زرتها مش حتأثر على القرار النهائي تبعي. إحنا في النهاية بنقرر بناء على النودز الموجودين اللي هو مين الماكس ومين المن. هذه فكرة كل اللي هي خوارزميات الجيمز. لكن هنا فكروا في إيش هم، إنه في بعض البرانشز أو بعض الأفرع أنا زرت أفرع معينة، طب ليش أكمل في باقي الأفرع إذا كان القيم تبعتها أصلا مش حتأثر نهائيا على القرار النهائي تبع التري أو تبع الألجوريثم. فهذا اللي إحنا إيش حنشوفه بمثال على السريع عشان يعني تفهموا إيش المقصود من الكلام اللي بنحكي. بداية لو أنا بدي أطبق الميني ماكس العادية، زي ما انتم شايفين دائما بتكون الليفز او النهايات هي اللي عليها اليوتيليتي فانكشن. الان بالنسبه للتري بنحط ماكس من ماكس، ولو في كمان بنحط من، المهم بنحط ماكس من بالتبادل وبنبدا نشتغل. كيف بنشتغل؟ بنبدا بالفرع الاول مثلا، بنقول هي 21 او ماينس 3. انا المطلوب عندي هنا بالفرع هذا بدي المينيموم، فباخذ الماينس 3. بالنسبه اللي هو النود الثانيه برضو أنا بقارن الأربعة هدول وباخد المينيموم، وهكذا بالنسبة لكل النودز. أخذنا المينيموم هنا بناء على الكلمة المكتوبة هان. الآن في الروت أنا محتاج الماكسيموم بين الثلاث نتائج اللي طلعت معاي هنا، طبعا الماكسيموم بينهم هي الماينس 3. بناء على هيك أفضل موف الآن بالنسبة للماكس بلاير هي إنه يتحرك بهالطريقة من هاي النود، من الروت إلى هاي النود إلى هاي النود. أوكي، هذا بالنسبة للموف الأولاني اللي هو حيبدأ فيها اللعبة أو الجيم تبعته. هاي كانت طريقة الميني ماكس العادية. طيب إيش بالنسبة للبرونينج اللي هو بيحكي عنه أو القطع؟ بيحكي لنا تعالوا نمشي واحدة واحدة. بداية حيروح على الفرع الأول زي ما تعودنا، حيشوف النود الأولى. الآن النود التانيين بالنسبة له لسه بلايند، مش شايفهم، مش عارف كم الكوست فانكشن أو سميناها يوتيليتي فانكشن قديش معطيانا قيم هنا. تمام، انا بمجرد ما اروح وازور النقطه واشوف الكوست تبعتها او الفانكشن تبعتها انا هيك بكون فعليا يعني رحت لهذا البرانش واستكشفته، فهيك بكون ضيعت وقت وضيعت طبعا كمان سبيس. فاحنا بدايه خلينا نشوف مين اول برانش اللي هو اول فرع عندي اللي هي بتعطيني 21. الان هل اني انا شفت النود هذه كافي انه انا اخذ قرار نهائي؟ اكيد لا، لسه احنا في البدايه مش عارفين كم قيم النودز الثانية. فبالتالي أنا هنا على الأقل الفرع هذا، يعني نحكي عن فرع هذه الفرع أو هذه النود هي بدها المينيموم. طب هو الآن عرف بس واحدة فيهم، يمكن الثانية تكون إيش أقل من 21، هو طالب المينيموم. الثانية يمكن تكون أقل من الكوست اللي طلع معي هنا، فبالتالي ما بقدرش أنا أتجاهله، إذا لازم أروح وأستكشف برضه الفرع الثاني اللي هو زي هيك. تمام، الآن هو إيش اللي عمله هنا فعلياً؟ خلينا بس نرجع خطوة. الآن هو هنا حاول إنه ياخد القيمة اللي طلعت معاه على الليفل الأعلى اللي هي 21. بيجي هنا بيسأل حاله هل 21 هذه كافية إنه أخذ قرار هان إنه هذه النود تكون المينيموم تبعتها 21، ولا هل القيمة الثانية ممكن تأثر على هذا القرار؟ طبعاً بالنظر للحالة اللي إحنا فيها هنا أكيد هذه ممكن تطلع معانا 20، 18، 16، سالب 5، أي رقم أقل من 21 بالتالي ممكن يأثر لي على الاختيار اللي حيكون هان. فعشان هيك هو لازم يروح ويشوف النود هذه. النود هاي طلعت معاه ماينس 3، طبعا فعلا يعني اللي احنا حسبناه اجا انه هاي النقطة طلعت معانا ماينس 3، يعني طلعت أقل من 21. حتى لو طلعت أكبر يا جماعة هي في النهاية برضو بتأثر، فلازم أروح واستكشفها. لكن هنا طلعت معانا أقل، فالخيار هنا حيكون لمين؟ للماينس 3، لأنه هي المينيموم. بنفس الوقت بدل ما يروح يستكشف باقي الأفرع الثانية برضه بروح لمين؟ كل شوي بنلاقيه بيعلى ليفل لفوق، بشوف هل هو هيك استكفى ولا لسه. إذا هو هنا جاب القرار من هان اللي هو ماينس 3، بياخدها معاه فوق هنا. هنا بيسأل حاله أنا إيش طالب؟ طالب الماكس. الماكس بين مين ومين ومين؟ بين الثلاث نقاط هدول. طيب هل النقطة اللي أنا وصلت لها لحد الآن هي ماينس 3 كافية إني أخذ قرار وأقول إنه هذه هي فعلا الماكسيموم بين الثلاثة؟ أكيد لا، لأنه ممكن تطلع معاي هاي مثلا ماينس 1، تطلع معاي 15، 30، أي رقم
ممكن يكون أكبر من الماينس 3، فبالتالي أنا لازم أروح برضو أستكشف الفرع الثاني. لسه ما عملنا قص ولا قطع لأي حاجة. راح للفرع الثاني، بلش يستكشف، لقى إنه هنا الرقم معاه قديش؟ 12. إذن هو الآن في الليفل اللي هنا، تمام؟ الآن ال 12 هذه بياخدها فوق عنده وبيسأل نفس السؤال، هان هل ال 12 هذه كافية إني أخذ قرار؟ يعني هو هنا طالب إيش؟ المينيموم. إذن الرقم اللي حيطلع معايا هنا، الرقم اللي حيطلع معايا هنا حيكون يا إما 12 يا إما أقل من 12. ليش؟ لأنه هنا هو طالب المينيموم. كمان مرة، هو شاف ال 12 أخذها. الآن الرقم اللي لازم يطلع معاه هنا اللي هو القرار النهائي عند هذه النود حتكون يا إما 12 يا إما الأقل من 12. يعني هذه النقاط لو واحدة فيهم أقل من 12 حياخدها، لأنه هنا هو بده المينيمم. طيب هل 12 أو الأقل من 12 حيأثر على القرار اللي فوق؟ شايفين كيف التفكير بصير؟ بصير يربطهم أكثر من ليفل، تمام؟ يعني لو طلع عندي هنا 12 أو أقل من 12، هل هذا الكلام بيأثر على القرار اللي فوق؟ طب نيجي على القرار اللي فوق، اللي فوق إيش بده؟ بده الماكس. يعني حتكون يا إما ماينس 3 أو 12 أو أكبر من هيك، تمام؟ كمان مرة، حتكون يا إما ماينس 3 أو حتكون 12 أو أكبر من هيك. طبعا هو هنا لسه ما خدش قرار إنه هذه 12 فعليا، إنه هذه خلاص 12، هذه حتكون زي ما حكينا يا 12 يا أقل من 12. طيب نيجي بنفرض فرض، بنقول افرض إنه طلع معي الرقم الثاني 10 مثلا، هل العشرة حتأثر في القرار اللي فوق؟ طبعا لو طلعت معايا 10 فعلى طول اوتوماتيك ايش حيكون القرار هنا؟ 10، انا بدي اللي اقل من 12، اذا حاخد العشرة. طيب حيصير هو بين مين ومين؟ بين 10 وسالب 3، حياخد مين فيهم؟ حياخد الماكس اللي هي العشرة. اذا والله القرار اللي هنا او الرقم اللي هنا حيأثر على القرار النهائي اللي هو فوق، لانه هو احنا هنا لما فرضنا انها 10 مثلا، يعني اقل من 12، اثرت القرار اللي فوق اخذنا العشرة. فاذا احنا لحد الان مربوطين بالقيمه او بالقيم الثانيه، ما ينفعش نوقف ونقول خلاص ما بدنا نكمل في باقي النقاط لانه لقيناهم ايش بيأثروا علينا، تمام، او على القرار النهائي. اذا حنستكشف كمان الفرع الثاني. الفرع الثاني لقيناه ماينس 70، تمام، ماينس 70. وبناء على الفرع هذا او الليفل هذا، هذا الليفل بده المينيمم، فحيكون هو بين مين ومين؟ 12 ماينس 70، اكيد حياخد الماينس 70. طيب اذا الرقم اللي حيطلع هان حيكون يا اما ماينس 70 يا اما اقل من ماينس 70. يعني هذه الافرع لو كان واحد فيهم مثلا قيمته 8 مثلا، هل حياخده؟ لا، لانه هو بده المينيمم. طب لو كان ماينس 100 حياخده؟ اه حياخده، لانه اقل من ماينس 70. فاذا هو هنا بده يا اما ماينس 70 يا الاقل من ماينس 70. طيب اوكي، الان قبل نكمل نطلع على الليفل الاعلى زي ما طلعنا قبل شويه. هنا بده الماكس، الماكس بين مين ومين؟ بين الماينس 3 وبين الماينس 70 او الاقل منها. كمان مرة، بين الماينس 3 وبين الماينس 70 أو الأقل منها. أكيد الرقم اللي حيطلع هان حيكون يا ماينس 70 يا أقل من ماينس 70. طيب سواء كانت ماينس 70 أو أقل من ماينس 70، بين الرقم هذا اللي هو أقل أو يساوي ماينس 70 وبين ماينس 3، أنا حختار مين في النهاية؟ في كل الأحوال حختار مين كماكس؟ أكيد حاخد الماينس 3. فإذا الأقل من ماينس 70 في هاي الحالة مش حيأثر على قراري نهائيا، لأنه هذا رقم أقل من الماينس 3، فبالتالي أنا مستحيل آخذه كماكس. أنا هنا كماكس أنا الآن مخير بين ماينس 3 وبين أقل أو يساوي ماينس 70. أكيد مين الماكسيمم فيهم؟ هو الماينس 3. فبالتالي شو ما كانت القيم هنا، شو ما كانت القيم هنا، سواء كانت أقل من ماينس 70 أو حتى أكبر من ماينس 70، في النهاية هدول مش حيأثروا على القرار النهائي اللي فوق. عشان هيك القرار هنا إنه إحنا نعمل إيش؟ كت أو برون أو اقتطاع
لهدول الفرعين. يعني الأفضل إنه أنا ما فوتش أزورهم أصلا ولا أشوف قيمهم، لأنه زي ما شفنا إيش ما كانت قيمهم لن تؤثر على القرار النهائي اللي هو إحنا وصلنا له هنا. تمام، اعملهم هيك، اعملهم سيركل أحمر إنه هيك، اعمل اقتطاع أو بروننج. أوكي، نكمل في الفرع الثالث ونشوف. طبعا هو لحد الآن مخير بين الماكس، إحنا الآن عند الماكس بين ماينس 3 أو أقل من أو يساوي ماينس 70 اللي هي بطلت تأثر علي أصلا، أو قيمة هنا لسه مجهولة. طب يا ترى هل نفوت هذا الفرع ولا لا؟ نسأل حالنا، هل القيمة اللي هنا ممكن تكون أكبر من أو يساوي ماينس 3، أو خلينا نقول أكبر من ماينس 3؟ أنا بدي إياها أكبر من ماينس 3. إذا كانت أكبر فإذا هاخد الأكبر، هاخدها هي، فإذا هذه القيمة بتأثر علي، ما دام أنا هاخدها إذا بتأثر علي، فبالتالي لازم نفوت ونستكشف هذا الفرع. لو كانت ما بتأثر علينا فإحنا إيش، مش مضطرين أصلا نفوت ونستكشفها، فبنعملها اقتطاع. لكن إحنا حاليا زي ما شفنا متوقعين إنه ممكن تطلع هذه القيمة أكبر من ماينس 3، فبالتالي ممكن تأثر علينا، لذلك هنضطر نفوت ونشوفها. هنشوف انه الفرع الاول في هذا البرانش طلع معانا ماينس 73، وزي ما انتم شايفين هذا الليفل بده المينيمم، اذا الرقم الثاني تمام لازم يكون اقل من ماينس 73 عشان يأثر على هذا القرار. اوكي، يعني انا هنا في هذا النود هاخد يا اما ماينس 73 يا اما حاجة اقل منها. اوكي، يعني هذه لو طلعت معي زي ما قلنا 10 مثلا، موجب 10 مش حتأثر هنا، مش هاخدها، لانه انا هنا بدي المينيموم. مين المينيموم؟ ماينس 73. طب لو كانت مثلا ماينس زي ما قلنا ماينس 80 مثلا، اذا هي اقل من ماينس 73 فهاخدها اللي هي ماينس 80. لكن بدنا نتطلع، بدناش ننسى نتطلع على الليفل الاعلى. هذا ايش بده؟ بده ماكسيمم. ماكسيمم الان بين مين ومين ومين؟ بين ماينس 3 وبين اقل او يساوي ماينس 70، او بنقول ماينس 70 وبين اقل او يساوي ماينس 73. ليش قلنا اقل او يساوي؟ لانه هذا بده مينيمم. تمام، اذا بين ماينس 3 وبين ماينس 70 وبين ماينس 73، مين اللي حياخده على الاكيد هو الماكس في هاي الحاله؟ حياخد اكيد الماينس 3، لانه هدول التنتين اقل من ماينس 3، فهو مش حيطلع لهم ابدا، لانه هو هنا طالب الماكسيمم. اوكي يا جماعه، هنا مش حيكمل. ليش؟ كمان مره، لانه هنا هو بده المينيمم، يعني حياخد يا ماينس 73 يا الاقل منها. طيب سواء ماينس 73 او الاقل منها، هل حتاثر على القرار اللي فوق هان؟ لا، لانه هنا بده الماكسيمم، وفي عنده اوريدي في قيمه أكبر من القيمة الموجودة هان، فبالتالي هو مش حتأثر عليه القيمة اللي حتطلع معانا من هنا، بالتالي هذا الفرع هنعمل له اقتطاع أو بروننج. أوكي، هذا هو الحل تبع التري هادي. يعني لو قلنا طبق الألفا بيتا، بنسميها ألفا بيتا. طبعا ليش ألفا وبيتا؟ الألفا هي القيمة اللي هي عند الماكس، والبيتا هي القيمة اللي عند المن. ما يعني مش مشكلة التسميات هذه، ولكن يعني سموها على أساس إنه في الألجوريثم أو في البرمجة بيبدأ ياخذ كل قيمة من هاي القيم ويقارنها بالقيمة الموجودة هنا. زي ما شفتوا قبل شوية كنا نقول ماكس، فكان بصير يقارن هل القيمة اللي طلعت معانا هنا أكبر من القيمة اللي هان ولا القيمة اللي هان، وبالتالي بياخذ الماكسيموم. يعني هذا الكلام برمجيا بيستخدم فيها ألفا وبيتا، ما تدقوش كتير على التسمية، ولكن لو قلنا طبق هذه الخوارزمية على تري زي هادي، هيك حيكون الحل. الحل انك توضح لي انه هدول الفرعين انا ما زرتهم، مش تم اقتطاعهم، ممكن هيك نشطب عليهم، والفرع هذا كمان بنشطبه بمعنى انه لم يتم زيارته. اوكي، حتوضح معنا الامور كمان بمثال زيادة كمان هنا. هو طبعا المثال هو نفسه في هذا المثال example 2، زي ما انتم شايفين احنا بديين برضو بالتري. التري هذه عندنا هنا ماكس وعندنا من، طبعا عندنا ماكس اخر فرع مش هيأثر لانه
احنا بنطلع على الماكس ومن الموجودين هنا. الفرع الاخير اصلا اللي هم الليفز قلنا بكون الارقام فيها مكتوبة وجاهزة. طبعا فعليا بفوت وين؟ حكينا دايما على الفرع الاول اللي هو اول نقطة بيروح بزورها، بشوف كم قيمتها. لقى قيمتها 7، نفس السؤال بنسأله هنا، هو بده المينيموم، اكمل طيب ولا لا؟ طب انا بدي 7 او الاقل منها. شايفين ليش حط ماينس انفينيتي؟ يعني انا بدي هنا 7 او الاقل منها، لانه الفرع اللي انا فيه او الليفل اللي انا فيه بده مينيموم، بده 7 او الاقل منها. يمكن تطلع الارقام اللي هنا اقل، فبالتالي انا مينفعش اوقف الان، لازم اكمل. بروح على الفرع الثاني لقى 6، فحياخد مين؟ حينسى 7 لانه هو بده كان الاقل، اذا حياخد الان 6، الان هو برضه في المينيمم، اذا حياخد 6 او الاقل منها. تمام، يعني الرقم اللي حيطلع هان حيكون يا 6 يا اقل منها. طب انا ايش ضمن انه هنا ما يكونش اقل من 6؟ اذا لحد الان انا مرتبط بالفرع الثالث، اذا لازم اروح استكشفه، لانه الرقم اللي طلع معاي هنا ممكن يأثر على القرار اللي موجود هان. تمام، حيمشي معاه، فعلا حيلاقيه 5، فبالتالي هيك أخذ قرار، خلص هيك صار عنده 5 6 7، إذا مين المينيمم فيهم؟ هو 5. إذا هيك هو فعليا استكشف الثلاث نقاط اضطر إنه يستكشفهم، فأخذ المينيمم فيهم. طيب أخذ المينيمم زي ما حكينا، مجرد ما نخلص أو يعني ناخذ قرار هان أو نقرب ناخذ قرار، على طول نطلع على الليفل الأعلى. الليفل الأعلى إيش طالب منا؟ طالب منا الماكس. الماكس بين مين ومين ومين؟ بين الخمسة أو بين أرقام ممكن تكون أكبر من الخمسة. طيب إحنا ضامنين هان يطلع إشي أكبر من الخمسة أو لا؟ طبعا مش ضامنين، ممكن يطلع معي هنا حاجة أكبر من الخمسة، فبالتالي لازم أروح أستكشف برضو في اللي هو البرانش الثاني. بفوت هنا بيلاقي إن الفرع الأول هنا في الفرع الثاني، الفرع الأول في الفرع الثاني قيمته 3، بناء على الليفل هذا هو بده المينيمم. إذا القرار اللي حيكون هان حيكون يا إما 3 يا أقل من 3، يا 3 يا أقل من 3. مادام إحنا بلشنا يعني نبدأ ناخد قرار، ما بنساش الليفل اللي فوق. طب اللي هنا اللي فوق إيش بده؟ بده الأكبر، بده الأكبر بين مين ومين؟ بين الخمسة اللي جياني من هنا وبين الثلاثة أو الأقل من 3 اللي حيطلعوا لي من هنا. أنا هنا إيش حيطلع لي؟ يا 3 يا أقل من 3، وهنا إيش طلع لي؟ 5. طب أنا هنا إيش بدي؟ بدي الأكبر بين الخمسة وبين الثلاثة أو الأقل منها. فإذا أنا هنا مش مضطر اني امشي في باقي الافرع او في الفرعين هدول، لانه هدول حيطلعوا لي حاجة اقل من 3. تمام، يعني حتكون هدول متى حيأثروا على القرار اللي هان بالتحديد؟ اذا كانوا اقل من 3. طب لو كانوا اقل من 3 انا ايش حاخد؟ اكيد حاخد 5. طب لو كانوا اكبر من 3، لو كان اكبر من 3 اصلا هو مش حيختارهم، لانه هنا هو بده المينيموم بين 3 وبين الارقام هدول. فبالتالي في الحالتين هدول القيم مش حيأثروا على القرار النهائي اللي هان، حياخد دايما يا 5 تمام يا حاجة أكبر من 5. هنا مستحيل يطلع حاجة أكبر من 5، أنا أريد طلع معي يا 3 يا أقل من 3، فبالتالي راح إيش عمل؟ اقتطع هدول الفرعين. أوكي يا جماعة، نيجي نكمل الآن، لسه ما وصلناش الحل النهائي، إحنا لسه بين الماكس بين الخمسة والتلاتة، ولسه في قيمة تالتة مجهولة يمكن تكون أكبر من 5، فبالتالي حنضطر نمشي هنا، حنلاقي إنه عندي إيش؟ 6. تمام؟ طيب حلاقي إنه عندي 6، الستة هذه الآن هل حتأثر على القرار النهائي اللي فوق؟ شوفوا على طول بنفكر في القرار النهائي، لأنه إحنا بلشنا خلاص تكتمل معنا الصورة. الآن فوق إيش بده؟ بده الماكسيموم بين الخمسة والتلاتة والستة. تمام؟ الآن الستة هذه هي اللي حاخدها أنا، لأنه هي الماكسيموم حتكون. أوكي؟ طيب أنا حاخد الستة،
لكن إيش حيطلع هان؟ هل ممكن يطلع عندي هنا حاجة أكبر من 6، فبالتالي حاخدها فوق؟ تعالوا نشوف، أنا هنا إيش طالب؟ طالب المينيمم، إذا اللي حيطلع هان حيكون يا 6 يا الأقل من 6، اللي حيطلع هنا حيكون يا 6 يا أقل من 6، لأنه هنا بده المينيمم. طب أنا إيش بدي هنا فوق؟ بدي الماكسيمم، بين مين ومين ومين؟ بين 5 والتلاتة والستة أو الأقل من 6، صح ولا لأ؟ فبالتالي إيش ما طلع معايا عندي هنا مش حيأثروا على القرار اللي هو موجود هان، لذلك أنا بروحش أدور عليه هنا، لأنه أنا خلص أخذت الستة، الستة هذه هي اللي حناخدها فوق، فبالتالي هدول اتنين، عفوا احنا هنا حنكمل، لأنه احنا هنا بدنا المينيمم، تمام؟ ليش كمان مرة؟ كويس إنه احنا غلطنا في هالنقطة مع بعض، أساس تركزوا في الموضوع هذا. الآن احنا عندنا هنا زي ما قلنا الستة أخذناها هان، احنا فوق ايش بدنا؟ بدنا الماكسيمم بين 5 والتلاتة والستة. طب هل الستة هان قرار نهائي طلعت معايا 6؟ هي طلعتش لسه قرار نهائي، انه قد تتغير القيمة اللي هان بناء على القيم اللي هنا. ليش؟ لانه هنا بده الستة او الاقل منها، اوكي؟ فبنفعش اقول خلص انا باخذ الستة فوق والستة هي تطلع الماكسيمم، لا، ما هو يمكن الجواب هان ما يطلعش 6، تطلع حاجة اقل من 6، اوكي يا جماعة؟ بما انه القيمة اللي هان اكبر من اللي فوق، لا انا لازم اكمل. ليش اكمل؟ حاجتين، ممكن القيمة اللي هان تطلع معاي اقل من 6 فتتغير القيمة هذه، تمام؟ فبالتالي ما تأثرش على اللي فوق، انه حياخد الاكبر اللي هي 5، ممكن تطلع قيمة اكبر، فبالتالي خلص بتضل هذه 6، وفي هاي الحالة انا باخد الماكس اللي هي 6، اوكي؟ فلازم انا اروح استكشف الفرع الثاني اللي هو طلع معايا 5. ما دام طلعت معي 5 هنا، طبعا هنا بده المينيمم، فمين حيكون 6 ولا 5؟ حاخذ اللي هي الـ5، لان هي المينيمم. الان في هاي الحاله طلع معايا الماكس، الان حيكون بين 5 3 او اقل من 3، طبعا 5 او اقل من 5، شايفين؟ طبعا ما دام عندي 5 هان و5 هان هنا، الآن شو مكان هنا موجود؟ سواء كان 7 كان 8، يعني حتى لو كانوا أكبر من 5 مستحيل نوصلها لفوق، لأنه هنا هو بده المينيموم، تمام؟ فهنا شو ما طلع الرقم حياخد مين؟ حياخد 5 أو الأقل من 5. طبعا 5 هذه هنا حتفيدني أصلا فوق؟ لا، لأنه أوريدي هو عنده 5 اللي هي الماكسيموم اللي جايبها من الفرع الأول، فبالتالي الفرع الأخير هذا هعمل له اقتطاع، لأنه مش هيأثر على القرار النهائي، وحيصير السوليوشن عندي اللي هو إيش؟ 5 اللي حتكون بهالطريقة. أوكي يا جماعة، إذا هيك أنا عملت اقتطاع لفرعين هنا ولفرع هنا، بدها تركيز الشغلة، ونسأل حالنا كذا سؤال وإحنا ماشيين، ونتخيل إنه يعني أصير أعطي قيم للأرقام، يعني وأنا ماشي بعطي قيم، طب لو كان كذا إيش حيطلع هنا؟ طيب لما يعني اتخيل الرقم هذا هل حيأثر على اللي فوق ولا لا؟ هذا الكلام هو اللي بيوضح لي هل اعمل اقتطاع او لا للافرع اللي انا موجود فيها. اتمنى المثالين يكونوا وضحوا معانا، احنا مش هناخد اكتر من هيك في الالفا بيتا، يعني سواء في يعني حنعمل واجب ان شاء الله قادم، يعني واجب عادي ممكن ناخده حتى بعد الامتحان، خلال فترة الامتحانات مش هنزل لكم واجبات، حنزل واجب إن شاء الله بعد الامتحانات، حيكون شامل الميني ماكس وكمان على الألفا بيتا، لكن يعني حتى لو في الامتحان إجانا سؤال مثل هيك، تمام، على الألفا بيتا، بدنا نحاول نفكر زي ما شفنا بهالطريقة اللي احنا طبقنا عليها الأمثلة، حتى لو كان اختياري أو صح وخطأ، ممكن أجيب لكم صورة تري زي هيك وأقول لكم إنه احنا بنعمل اقتطاع مثلا للفرع هذا والفرع هذا لا مثلا، صح ولا خطأ؟ فطبعا لازم على جانب هيك بورقة وقلم تحاول تحل السؤال عندك، وتاخد قرار انه هل بنعمل اقتطاع او لا، وبتحكي لي انه صح او خطأ، اوكي؟ يعني حتى لو كان الامتحان صح وخطأ واختياري، عادي جدا ممكن نجيب فيه تريز زي هيك ونطبق عليها ونقول لكم صح او خطأ، او اختار مثلا ايش الجواب النهائي اللي بيطلع فوق كذا وكذا وكذا، حسب تطبيق الخوارزمية اللي بنكون معطينكم اياها في السؤال.
فالموضوع ان شاء الله يعني مش صعب، ادرس هذول المثالين كويس، يعني مش حتطلع الامور عن هيك، حتكون قريبة من، يعني مش حنكتر ليفلز في التري. يعني لو ملاحظين هذا اكسرسايز كتير كويس، يعني انتوا برضو شوفوه وراجعوه كويس، اكسرسايز ومحلول، تمام؟ فبالتالي انتوا درسوه كويس وشوفوا ليش اختار انه يقتطع هذه اللي هي البرانشز. يعني معانا فرصة قبل الامتحان نعمل لقاء مباشر إن شاء الله نراجع فيها هذه الأمور، إذا في حدا عنده أسئلة عن هذا السؤال أو أسئلة تانية إن شاء الله بنجاوبكم عليها في اللقاء المباشر. يعطيكم العافية. طبعا احنا خلصنا على فكرة الشابتر هذا، يعني من هان لآخر الشابتر خلاص مش معانا، وإن شاء الله الشابتر الجاي حيكون في يعني البارت الثاني من أو الجزء الثاني من المساق.